مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم في بث مباشر جديد من شواطئ الاسماعيليه. شواطئ الاسماعيليه تواصل استقبال المصطافين في فصل الصيف. ارتفاع درجات الحراره في فصل الصيف بتؤدي الى اقبال كبير على شواطئ الاسماعيليه. شواطئ الاسماعيليه تستقبل المصطافين من عدد كبير من المحافظات، منها محافظات مدن القناه والشرقيه والقليوبيه والقاهره، وايضا بعض محافظات مدن الصعيد. بنكلم حضراتكم من شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام المحافظة، وهو يعد أكبر شاطئ في محافظة الإسماعيلية بيستقبل مصطافين لحجمه والخدمات التي تتواجد داخل هذا الشاطئ. يمكن شفنا مؤخرا في شاطئ ومنتجع الفيروز خدمات كتير جدا، يعني وألعاب مائية يعني كانت موجودة فقط بنشوفها في شرم الشيخ، بدأت تكون موجودة في الإسماعيلية. حاجات بدأت تجذب المصطافين. شواطئ الإسماعيلية بتقع في طريق عبد المنعم عمار السياحي، تقع كل الشواطئ الإسماعيلية، وهو طريق يعني مشهور برضو باسم طريق البلاجات. وزي ما حضركم شايفين ان شواطئ الإسماعيلية تقع على ضفاف قناة السويس ببحيرة التمساح، ويمكن شايفين في الصورة حركة السفن تعبر من قناة السويس. يمكن المصطافين كمان بيشاهدوا حركة عبور السفن خلال يعني وجودهم على الشاطئ، ودي أبعد مسافة يمكن في القناة لأن دي بحيرة التمساح، وبتظهر في نهاية الماية كده قناة السويس الأساسية، بينما طبعا بيكون في الجهة الموازية لها قناة السويس الجديدة. والسفن اللي بتظهر هنا في قناة السويس بتكون سفن القادمة ضمن قافلة شمال القمم من البحر المتوسط تجاه البحر الأحمر تعبر من قناة السويس الأساسية، بينما قافلة الجنوب القادمة من البحر الأحمر في اتجاه البحر المتوسط بتعبر من خلال قناة السويس الجديدة. يمكن أكتر الإقبال على شواطئ الإسماعيلية بيكون من محافظة الشرقية، لأن يعني الشرقية ما عندهمش بحر، وأقرب مكان ليهم هو الإسماعيلية، فبالتالي الإقبال بيكون أكبر للمصطافين من محافظة الشرقية. بينما أهالي الإسماعيلية طبعا بيكونوا بتواجدوا بكثافة للغاية بعد الساعة 3 عصرا، لأن تذكرة الدخول بتكون لأبناء الإسماعيلية بعد الساعة 3 عصرا ب10 جنيه فقط. كمان كان محافظ الإسماعيلية كان ليه قرار إن فوق 60 سنة في الإسماعيلية من أبناء الإسماعيلية بيدخل كل الشواطئ وأندية الإسماعيلية ببلاش بدون مقابل. هجيب الصورة مع حضراتكم كمان وهتشوفوا المصطافين والأسر موجودين. ده بقى يعني الأماكن الكراسي اللي بيكون موجود فيها العائلات والأسر على البحر زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني موجودين داخل ضلة وكراسي وترابيزات. إجراءات احترازية أيضا متبعة داخل الشاطئ ده. شاطئ الفيروز بالإسماعيلية كما تشاهدون الأسر والعائلات. شاطئ الإسماعيلية زي ما حضراتكم شايفين كده بتطل طبعا على مبنى هيئة قناة السويس وفنادق الإسماعيلية وتبة الشجرة وكل معالم الإسماعيلية السياحية موجودة في الجهة المقابلة للبحر أو شاطئ الإسماعيلية. بنرصد لحضراتكم مشاهدينا مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان اقبال المصطافين على شواطئ الإسماعيلية.
يمكن. اهلا بحضرتك، تعرف بحضرتك رفع السمير عبد العزيز. منين يا رفع؟ مزازي. يمكن اهالي الشرقيه طبعا ليهم اقبال بشكل كبير جدا على الشواطئ بشكل كبير يعني. ان شاء الله. بتحب اسماعيليه ليه بقى؟ لا اسماعيليه دي عشت فيها ذكريات حلوه. ايام جيش. كنت في نص بتسكيري اهو جنبك هنا في الجنب. ده انا عشت ايام احلى ايام. بالصدفه كل ما اتكلم مع حد بقول له انت بتكون محافظه ثانيه وبيجي اسماعيليه بيقول انا قضيت جيشي هنا. واحلى ناس. وناس كويسين، يعني ناس اسماعيليه كويسين بصراحه. بتحب تاني في اسماعيليه بقى؟ كل حاجه. بحر والمانجا كل حاجه. ايه بقى؟ شغلك في الجيش بقى ولا ايه؟ ما قضاش جيش لسه. سنه كام بقى؟ خلصت. طب كلم. طيب انت رايح رابعه عشان تصور. سنة كام؟ رابعة ايه؟ كلية. بقى كيف البحر تصور من المية بقى؟ ايه؟ بقى كيف المية؟ حلو. استمتع ايه؟ لسه كنا بنشكر فيها دلوقتي. يعني بصراحة يعني كنا بنشكر فيها. ايه رأيك في المية بقى؟ جميل. سنة كام بقى؟ تانية كلية. كلية ايه؟ تربية نوعية. تربية نوعية. زازي بقى. بتحب تجي اسماعيلية بقى واستمتع بشواطئ الاسماعيلية؟ ايه؟ بتحب تجي اسماعيلية يعني شواطئها والمية؟ كيف كل قد ايه بقى؟ كل سنة بنيجي. بتحبي تسمع عليها تاني غير البحر يعني؟ يعني هي ناسها كويسين كده يعني. كلتوا مانجا تسمع عليها ولا لسه؟ لا لسه. يا لهوي امال انت كلتها ديت؟ هي دي بتاعت اسماعيليه؟ والله؟ هو انتوا ماشيين برضه اكيد هتجربوها يعني. طبعا. عارفه مانجا العروس ولا لا؟ لا. احنا رش مانجا العروس. تعرف المانجا بس. يلا مصر في سعيد. شكرا. مرحبا بحضرتك، حضرتك منين بقى؟ انا من منوفيه. منوفيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اسماعيليه تستقبل المصطفين من جميع المحافظات. كل قد ايه بقى انت؟ كل سنه ان شاء الله. انت عم انا واتصلت علينا كان المعجب المكان اللي بشوفه لازم اروح اسماعيليه. بتحبوا اسماعيليه يعني؟ اكيد طبعا. بتنزلوها كل قد ايه بقى؟ كل سنه. انت في اسماعيليه برضه حاجه؟ ايوه. دي بنت عمي ويعني. بتحبي في اسماعيليه تاني يعني؟ يعني ميه الشاطئ بتاعتها حلوه وهدوء وجميله يعني. انا الحاج احمد ابو فوده من اسماعيليه. انا بعدي من المكان واحيي المكان واحيي الخدمه واحيي التغيير. انا حي يعني المكان المحترم والناس المحترم والخدمه واللي انا شايفه يشرف ويسعدني يعني. وجوده كويسه ونظافه وعماله كويسه والخدمه نظيفه وشايف حاجات كده في اسعاف وشايف حاجات مهمه جدا. واي موجه هنا بص الاقي الخدمات هنا. ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. كلهم مشغولين على المكان ويعني مكان يشرف. وانا سعيد فعلا. بنت عمي جايه من الشرقيه ومعتزه بالمكان وسعيده بالمكان هو. وانا اشكرك وربنا يخليكم لينا ويديكم الصحه يا رب. مصر سعيد ان شاء الله. الله يخليك. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك. ازاي؟ الحمد لله. اسمك ايه بقى؟ مريم. ازيك يا مريم؟ منين يا مريم؟ من بيشة ايه؟ مزازي. ايه بقى بتيجي هنا كل قد ايه بقى؟ كل سنة. مبسوطة من المية ولا لا؟ مبسوطة. بقالك قد ايه في المية بقى؟ كتير من الصبح. مبسوطة قوي انك في المية. المية جميلة وكل الناس كل الناس فيها. وانا بنزل فيها بنزل العب. تعرفي تعومي ولا لا؟ ايه؟ تعرفي تعومي ولا لا؟ بعرف اهو. سنة كام بقى؟ رابعة. التوفيق ان شاء الله. بدخل في الرابعة مع الهواء. سجلوا معانا؟ سجلوا معانا.
بنرصد مع حضراتكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان اقبال المصطفين على شواطئ الاسماعيليه. يمكن التعليقات بتسأل عن ده شاطئ، ده شاطئ ومنتجع الفيروز تابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من الشواطئ اللي تلقى إقبال كبير من قبل المصطفين من عدد من المحافظات. مساء الخير. حضرتكم منين بقى؟ من الإسماعيلية. تيجوا هنا على طول بقى مستمتعين؟ مش عارف. في المية بقى؟ حلو. نزلت المية ولا لا؟ نزلنا. جميلة؟ حلو. لا مصر في ايدي ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ مرحبا بك. يوسف الشريف. استاذ يوسف قول لي بقى انت دورك ايه في الشاطئ يعني؟ احنا انقاذ الشاطئ. اي حد بيغرق اي حد الكلام ده بينزل منه. يعني اهم حاجه الغطاس اللي بيقعد مركز. مركز على الناس اللي قدامه. اي حالات غرق يعني. لا الحمد لله لغايه دلوقتي ماشيين زي الفل وما فيش اي حاجه. الناس مستمتعه الناس زي الفل ومستمتعه وناس كويسه والناس هي اللي تستجيب يعني معانا. في ناس بتستجيب كويسه وفي ناس على قدها برضه يعني. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان بنشكر حضراتكم على المتابعه. نقلنا لحضراتكم اقبال المصطفين على شواطئ الاسماعيليه. زي ما حضراتكم شايفين الاقبال من عدد كبير جدا من المحافظات هربا من الصيف. بشكر حضراتكم. كان معكم السيد فلاح مدير مكتب اليوم السابع بالاسماعيليه.